بينكتب أول مرة بس بينصاغ مرتين، مرة على يد المخرج ومرة على يد الممثل. من حق الممثل تماماً أنه يعيد صياغة دوره بالشكل اللي بيلاقيه جيد بما يتناسب مع القصة المؤلفة بدون الإساءة إلى أو تشويهها، لأنه هو عنصر فعال، هو عنصر مشارك، هو شريك بالعملية الفنية، هو مو مؤدي ولا له ببغاء،